السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة رهيبة جدا جدا. وصفتنا النهاردة لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الشعر اللي في اماكن بتبقى في الشعر، يعني الشعر الخفيف. هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة ديت هتخلي الشعر اللي فيه فراغات ده، هتخلي الفراغات دي ان شاء الله تنبت كده، وبتقوي الشعر وبتساعد على تكثيف الشعر وتطويله زي شعر الهنديات كده بالظبط. الوصفه بتاعتنا النهارده يا حبايب قلبي عباره عن مكون واحد فقط هتجيبيه من العطار او من السوبر ماركت. هو المكون بتاعنا النهارده اسمه حب الرشاد، اهو ده شكله عشان اللي مش عارف شكله يشوفه. هتجيبيه من عند العطار اسمه حب الرشاد، تمام؟ هوريه لكم برده كويس عشان تشوفوه بالمعلقه. اهو يا حبايبي اسمه حب الرشاد. النبات ده جميل جدا جدا لتنبيت الشعر وتطويله وتكثيفه، ولمعان الشعر بيخلي الشعر رهيب جدا جدا. هنعمل دلوقتي وصفه سهله جدا مع بعض وهقول لكم تعملها ازاي. طبعا انا مجهزه الوصفه زي ما انتم شايفين علشان وقت الفيديو، عشان في ناس بتتضايق لما الفيديو بيبقى طويل، مش عايزين ناخد وقت كتير في الوصفه. هي سهله جدا. هتجيبي معلقتين من حب الرشاد زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب كوبايتين من ميه، يعني معلقتين عليهم كوبايتين ميه، وهتولعي عليهم في الحله بتاعتك او في الطاسه، وتحطي حب الرشاد في الحله بتاعتك وتولعي عليهم على البوتاجاز. هتسيبيه يغلي طول ما انتي واقفه كده، هتفضلي تقلبي فيه تقلبي فيه تقلبي، هتلاقي القوام بتاعها بقى تقيل كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقت عامله ازاي تقيله ازاي؟ كل ده اللي انتوا شايفينه ده كله بمعلقتين اتنين، والله اهو معلقتين اتنين. بصوا بقى عملت قد ايه. طيب هنعملها ازاي بقى؟ انتي ممكن تصفيها في المصفه بتاعتك عادي، يعني تجيبي المصفه وتصفيها فيها، وممكن تصفيها في شراب، اي شراب عندك ما انتش بتستعمليه ممكن تصفيها فيه. طبعا انا هصفيها وهوريكم هيبقى شكلها ازاي بعد ما صفيناها ان شاء الله. بعد ما عصرناها بالمصفى بتاعتنا قوامها هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده اللي احنا هنستخدمه لشعرنا ان شاء الله، وهقولك تستخدميه ازاي. طبعا ده الطفل هو اللي هو الحب اللي طلع بعد ما عصرناه، وده اللي طلع منه. احنا مش هنستخدم ده خالص، احنا هنستخدم الجل اللي طلع منه ده، هو ده اللي احنا هنستخدمه لشعرنا. هتستخدميه ازاي؟ هتدهني بيه فروة راسك كويس جدا، هتعملي تدليك لراسك بفروة الرأس، تدلكي كده بصوابعك، تستمري في التدليك كده ربع ساعة، وهتسيبيها على شعرك. ممكن تسيبيها، يعني ممكن تسيبيها 6 ساعات 7 ساعات، ممكن تنامي بيها. حاولي تعملي الوصفة دي يا حبيبة قلبي لا يقل مثلا عن 3 مرات في الأسبوع. لو عايزة تعمليها كل يوم برضو اعمليها كل يوم، هتعجبك جدا جدا. طبعا وانتي بعد ما تدهني شعرك بيها هتجيبي البونيه بتاعك كده، ولو ما عندكيش بونيه، البونيه اللي بنلبسه كده فوق الشعر، لو ما عندكيش بونيه ممكن تلبسي اي كيس نايلون عادي، وهتسيبيها على شعرك زي ما قلت لك من يعني من 6 ساعات اكتر من كده. كل ما بتكتري في الوقت وكل ما بتجيب نتائج رائعه معاكي. دي كانت وصفتي النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. طبعا اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل حبايب قلبي وكل يستفاد، واكتبوا لي اقتراحاتكم وارائكم في الكومنتات والوصفات اللي تحبوا تشوفوها على قناتي. واشوفكم الوصفه الجايه مع جيجي كل حياتي.